احنا اخدناه. ازيكم كلكم الاول، وبرده مشكله خاصه بالاي نيوكليير فول اوت، دي كانت نمبر 3. يبقى اول حاجه جلوبال وورمنج، ثاني حاجه اسيد رين، ثالث حاجه نيوكليير فول اوت، رابع حاجه ايوتروفيكيشن. ايوتروفيكيشن مريتوا قبل كده في اللور ستيج، مثلا في جريد 7 لو كنت بتاخد تشيك بوينت او غيره، الكلام ده اتشرح قبل كده لكن مش فاكرين حاجه طبعا. شور يعني ايوتروفيكيشن، ايو معناه ترو، تروفيك معناه فيدنج، يبقى ترو فيدنج، ترو فيدنج معناها كده، ايوتروفيكيشن معناها ترو فيدنج. معروف ان فارمر، لو انا وانتم فارمرز، بنستعمل فيرتلايزرز علشان نزود البرودكتيفيتي اوف كروبس in our fields. ايه الفيرتلايزرز دي؟ طبيعتها ايه؟ عباره عن سولتس، نيتريتس او فوسفيتس، نيتريتس او فوسفيت او الاثنين مع بعض، او ميكس، او ان بي كي زي ما انت واخد في الكيمستري، ان بي كي صح كده؟ دول نيتريتس اند فوسفيتس. طب وبعدين؟ دول فيرتلايزرز، وممكن ايتروفيكيشن بسبب السيوج. السيوج فيه ميه الغسيل بتاعت الغسالات بتاعتنا. طب الغساله ايه علاقتها بالكلام ده؟ الووشنج ماشين، اوتوماتيك ووشنج ماشين، علشان الشركات بتتنافس مع بعضها في قوه التنظيف وحاجات زي كده والكواليتي بتاعت الباودر بتاعتهم، بيحطوا احيانا فوسفيت، وهو اوريدي محطوط فيه فوسفيت، مش بيحطوا احيانا فوسفيت من ضمن المكونات. طب ما الفوسفيت ده مصيره ايه؟ سيوج. طب وبعدين يروح فين؟ يروح للاندر جراوند ووتر ويتنقل لاقرب ليك، تمام كده؟ ومنها للريفر، ومنها للاوشنز اند سو اون. طيب ديترجنتس، يعني كده ديترجنتس برضه فيها، فيها، ما ديترجنتس هي دي الوشن ماشين، سوري الوشن باودر. طب السيوج نفسه هل فيه برضه نيتريت فوسفيت؟ طبعا في حاجات اندايجستبل، في حاجات فيها نيتريتس، وفي حاجات فيها فوسفيت، وفي ليكج. السيوج مش بس من الهاوسز، ده كمان من اي لاند، والاندر جراوند ووتر بتوصل السيوج، المفروض بعمل لها درينج وتخش على السيور، السيور سيستم بتاع المدينه دي او المكان ده. ففي برضه نيتريت وفوسفيت. طب وبعدين دول بيعملوا ايه؟ تعالوا بينا نشوف بيعملوا ايه. انا وانت من حق نحط ايه فيرتلايزرز، لكن نحطها بعقل مش رفلي، تبقى حاجه مدروسه على حسب كروب. وافضل بدل ما استعمل فيرتلايزر كيميكال فيرتلايزرز، استعمل مانيور. المانيور دي عباره عن انيمال ويست، دي ايزلي ديكومبوز باي مايكرو اورجانيزمز ان سويل، وبتعمل انريش للفيرتيليتي بتاعت السويل بتاعتك من غير دامج، من غير بليوشن، ولا للووتر ولا للسويل ولا للبلانت ولا للانيمال. طب نستعمل اورجانيك، ما دي الاورجانيك كلتشر. اورجانيك كلتشر يا اولاد، اورجانيك فارم، انا بستعمل ار ديفيرجن، ما حدش دخلها قبل كده، وبزرع فيها، ما احطش اي فيرتلايزرز الا اذا كان مانيور انيمال ويست، يعني من انيمال لبلانت، مش حاجه كيميكالي وتبقى زياده عن الحد، لا. اي مانيور بطريقه معينه بحضر منه فيرتلايزرز او الاماونت اللي انا عاوزها، وبحطها على الفارم بتاعتي، فارم سويل. البلانت بياخد الميز، طب الباقي ديكومبوز ايزلي باي مايكرو اورجانيزمز في السويل من غير ما يعمل اي دامج. دي الاورجانيك فارمنج. في فيرتلايزرز بس عباره عن اورجانيك فيرتلايزرز مش كيميكال فيرتلايزرز. طيب نشوف كده مع بعض. Eutrophication is a process that can happen in a water body, like a river or lake, when too many nutrients are added to the system. Eutrophication starts when fertilizers, which are rich in nutrients like nitrate and phosphate, are washed into the river or lake system. This leads to an increase in nutrient concentrations in the water. The nutrients are food for algae, and the algae grow and reproduce quickly, forming a thick green bloom in the water. This algal bloom will absorb sunlight shining on the water, so the sunlight can't reach the bottom. Plants who need this light to photosynthesize will die. The algae will also start to die when they eat up all of the nutrients and run out of food. Next, bacteria start to break down the dead plants and algae, and that releases more nutrients back into the water, continuing the algal bloom cycle. The bacteria, with a continuing supply of food, reproduce into much larger numbers,
consuming oxygen as they grow and respire. There's not much oxygen in the water to begin with, so when the bacteria consume it quickly, it might run out completely. Water without oxygen is called anoxic. If the water turns anoxic, all non-bacterial life in the water, including fish and other animals, will die. So, eutrophication happens when nutrients are added to water, which causes an algal bloom, cutting off sunlight and feeding bacteria. The bacteria use up oxygen in the water, which becomes anoxic, causing everything living in the water to die. Eutrophication is one reason why we need to be careful with fertilizers when we're growing crops. عظيم. أنا مش هعيد اللي قاله لكن هنبص عليها من ناحيتي أنا. هذا شكل الايتروفيكيشن اللي احنا شفناه في الانيميشن نكرره هنا. الايتروفيكيشن ايه هم المجرمين في القضية دي؟ Fertilizers, nitrates and phosphates in river بالإضافة للسيوج بالإضافة للديترجنتس. المهم خلينا في الفيرتلايزرز. أنا كفارمر برش الفيرتلايزرز من حقي to increase a growth rate of my crop. We increase the yield أو productivity of crop. حلو من حقك. طيب النيوترينز لودب لما يكون excessive amount أنت بترشها من غير عقل عشان تتنافس مع جارك عشان تكسب أكتر. Excessive nutrients from fertilizer are flushed, leaked to underground water ومنها للليك داي. إذا كان أصلا النيوترينز دي بتعمل growth فعلا للبلانت. طب لما تنزل الووتر مش تعمل؟ لا هتعمل. هتعمل الاكواتيك بلانت جروث. حلو جميل قوي. بالاضافه انها بتعمل جروث للبلانت اللي هي لازقه نفسها بروتس او سبمرجد مالهاش روت مثبته وفلوتنج او سبمرجد. تعمل فلوريش حلو قوي كله يفرح. فيرتلايزرز اكل وشرب اهو جاي لنا بلاش. طب وبعدين؟ قال لك لا ده في الجي. الالجي دي فين الالجي؟ مش باينه في الصوره. الالجي دي هتبان فوق. ايه ده راحت فين؟ الالج دي تايني مايكروسكوبيك فوتوسينثيتك زيها زي البلانت. هتفرح جدا بالفيرتلايزرز. تبتدي تعمل رابيد جروث اكتر من جروث بتاع الاكواتيك بلانت العاديه اللي هي ليها روت وليها شوت وليها ليفز اكتر. هاي ريت اوف ايه؟ سيل ديفيجن. فتعمل حاجه اسمها الجال بلوم. الجال بلوم يعني الج بلوم. فلوريش تعمل كميات ضخمه جدا من الالج من نفسها في اكل وشرب. ايه اللي يمنع انها تاكل وتشرب وتعمل جروث وتعمل ديفيجن؟ عملت كده فبالتالي يحصل لها فلوتنج. شايفين فلوتنج ازاي يا ولاد على السيرفس؟ هو ده الالج بلوم. لاير كامله من الالج موجوده على السيرفس. ايه اللي يحصل؟ السان لايت عاوز يعدي. يقول له لا تعدي فين؟ ده احنا ثيك لاير. طب ما هو البلانت اللي جوه ده مستنياني. يقول له احنا مالناش علاقه احنا مالنا بيك. ثاني بلانت يحصلها ايه؟ ها في lack of light pathing وبالتالي ال rate of photosynthesis decreases. وبالتالي بدل ما البلانت دي كان بتطلع نتيجة ال photosynthesis oxygen ابتدى الأكسجين يقل. طيب ده كله بسبب الألجل بلوم. ده رقم واحد. رقم اتنين الاير اللي فوق استأذن. ها ممكن أعدي؟ يقول له لا ما تعديش. طب أنا عاوز أعمل ميكسنج للووتر. يقول له احنا مالنا. فيحصل ايه؟ برضه decrease dissolving oxygen in water. المفروض الاير اللي فوق في جزء منه مع الويند بيعمل ايه؟ ومع الووتر كانت بيعمل تقليب كده ويدوب جزء من ايه؟ من الاكسجين. لا انا عملت لاير كده impermeable للاكسجين وimpermeable كمان لللايت. فالاكسجين depleted من كل النواحي. بالاضافه السورس اللي كان بيطلع اكسجين حصل له دس. طب وبعدين؟ الفش تيجي تدور على بلانت ما تلاقيش. حصلها ديد وديكي كمان. فهي كمان مش لاقي اكسجين تتنفسه. سافوكيت تموت تختنق وتموت. مش طايقه العيشه ديت. ماتت. ولما ماتت ايه اللي حصل؟ فلوت على السيرفس. مش تفضل الجثه تحت لا تطلع فوق. فلوت بطنها تتنفخ وتطلع فوق زيها زي اي درون بيرسون فوق. طب وبعدين؟ تيجي بكتيريا ايروبيك تقول تعالى انت يا ايه يا كوربس الجثه بتاعتي بلانت تعملها ديكومبوزيشن ده ايروبيك. طب هتشتغل ازاي ايروبيك؟ هتستهلك بقيه الاكسجين. خلص على الاكسجين تماما. الايروبيك بكتيريا اللي بتعمل ديكومبوزيشن للديد بلانت اند انيمال
aquatic animal تستهلك الموست اوف اوكسجين او ما اصح depletion اوف اول اوكسجين. طب وبعدين ما فيش اوكسجين خالص، في بكتيريا تاني مستنيه اللحظه دي anaerobic تقوم شغاله فتعمل باد سمل للليك، يبقى ولا حتى اوكسجين ولا حتى طايقين الريح. طب وبعدين يبقى الايكو سيستم حصل له ديستراكشن. ادي الخطوات يا اولاد، نيوتريانس ليك، نمبر 2 بلانتس فلوريش، استمتع بالكلام ده. This pollutants cause aquatic plants gross. Aquatic plant العادية وكمان الالجي والداكويدز تاني كده واذر بلانتس. حلو. طب وبعد كده الالجال بلومز، اوكسجين از ديبليتد زي ما اتفقنا، وما فيش ميكس للاير مع الووتر، وما فيش بنتريت لللايت مع للاكواتيك بلانت، وبالتالي ما فيش سورس اوف اوكسجين ريليست. بس وبعد كده بكتيريا ايروبيك وبعد كده بكتيريا ان ايروبيك، وخلصت القصه بتاعت ايتروفيكيشن. بص كده المنظر النتيجه ايه؟ شايف الالجال بلوم اللي احنا حكينا عنه؟ شايفين يا اولاد الالجال بلوم شكله ايه؟ ثيك لاير من الالجي، حتى لون الميه مش باين ان ليها لون، دارك او بلاك زي ما شايفين او جراي. وبعدين شايفين الفيش غلبانه مسكينه، كان المفروض تعيش وتستمتع بحياتها، ماتت نتيجه ايه؟ الالجال بلوم دي نتيجه فيرتلايزر، رش كميه زياده من الفيرتلايزرز، او ما استعملش كويس الفيرتلايزرز بتاعته. المفروض علشان اقلل برضه، معروف يا اولاد الفيرتلايزرز معروف يعني احيانا بيبقى داخل فيها مثلا اقول ايه صوديوم نيتريت، معروف اي حاجه نيتريت سوليبل، اي صورت نيتريت سوليبل. انت ومحمد الكيمستر قالوا لنا كده، اي صورت نيتريت سوليبل. طب الفيرتلايزر اللي هي نيتريت ده المفروض تبقى هايلي سوليبل عشان بلانت يعملها ابسوربشن بسهوله. قال لك لا، دور لنا من فضلك على حاجه تقلل السوليبيليتي، تو ستي الفيرتلايزر في السويل اكتر، ما يحصلهاش ليكج يعني سولوبيلتي اقل، فتفضل جرينز موجوده لفتره اطول. يبقى دور كحل للبروبلم دي، لو انت هترش نيتريت دور على ليس سولوبيلتي لسولت نيتريت معينه، يعني بلاش تستعمل حاجه هايلي سولوبل، خليها اقل شويه. زي كده اقل شويه عشان ريمين ان ذا سويل ونوت ليك تو ووتر اندر جراوند ووتر، ده يقلل من المشكله. او من الافضل بلاش يا سيدي كيميكال فيرتلايزرز، استعمل اورجانيك، استعمل مانيور بتاعت الانيمال. يعني كده اشتري مانيور ده او سيب الروتس بتاعت البلانتس بعد اخر هارفست انت عملته، سيبه. ما ده اورجانيك ماتر، سيبه هو اكت اس فيرتلايزرز زي ما شفنا في الليجيومز المره اللي فاتت. سيبنا الروت بتاع البينز لان في نودولر بكتيريا بتساعد على النيتروجين فيكسيشن، يبقى انت مش محتاج فيرتلايزرز. ازرع يا سيدي بينز وليجيومز وسيب الروتس بتاعتها علشان لما تزرع حاجه تاني هي تستفيد من الايه؟ الاورجانيك ماتر الموجوده اللي هي ليفت ان فيلد افتر هارفستنج. يعني كده ده كله يقلل المشاكل. مستر معلش انت كان عندك الفصامات المتعدد. انهي جزء يا اسامه؟ الالجال بلوم الصوره دي ولا قبلها؟ لا دي دي. دي الالجال بلومينج معناها اكيوميليشن اوف الجي زي ما انت شايف. النتيجه ايه؟ سيرفيس بتاع الووتر كله كفرد ويز الجي، صحيح جرين الجي، صحيح فوتوسينثيتك، لكن ايه؟ منعت اللايت بنتريت ديب ان اي ووتر، منعت الفوتوسينثيتك بلانتس اللي هي بتطلع اكبر كميه من الاكسجين، منعت الميكس اوف اوكسجين ان اير ويز ووتر، خلت البكتيريا اكتف قوي وتعمل ديكومبوزيشن. وبعض الاراء بيقولوا ان بعض البكتيريا اللي تعمل ديكومبوزيشن ايروبيكلي بتطلع توكسين بيموت الاكواتيك انيمالز، مش بس اوكسجين ديبليشن، ده كمان في توكسين كيميكالز، كيميكال في شكل توكسينز تعمل توكسيستي للاكواتيك انيمالز اللي عايشه. ده راي من الاراء، ممكن تلاقيه في الماركت سكيما عندك انت وبتحل بروبلمز او بتحل كويشنز. خلصنا كده الالجال بلوم، بص كده المنظر احنا قلناه خلاص. تعالوا بينا نشوف حاجه ثانيه غير الالجال بلوم. كده خلصنا الايوتروفيكيشن. ايوتروفيكيشن انت بتاكل صح، ترو فيدنج، بس لمين؟ للليك مش للفارم.